محمد عمر قبيلي، عمري 23 سنة، نسكن في المدينة الجديدة. قريت انجينيوري انفورماتيك في الفاكولتي دي سيونس اوبسيون سيستيم امباركي. نخدم كونسلتون فلوس جونيور في اكتوبوت. انا قريت باك انفورماتيك، ديجا نحب الدومين انفورماتيك من قبل ملي كنت صغير. جي شوازي كوني كامل انجينيوري انفورماتيك سبيسيالمون في الدومين تاع سيستيم امباركي. زيد في الفاك كان عندنا كلوب تاع اوبن سورس، جي شوازي كوني ندخل فيه. خدمت على تو سكي دومين لوسي ليبر اوبن سورس. قعدت على وجدي مع لونتربريز تخدم كوم ايتون اون اس اس 2 ال في تونس. عملت انتروتيان في لونتربريز هذايا، جيت مولمة نخدم في لونتربريز كونسلتون فلوس جونيور. Un consultant plus junior il doit avoir des compétences dans l'administration système du ciel libre. Il fait un travail collaboratif avec des grandes connaissances dans le domaine du monde de l'open source et du logiciel libre. Il doit avoir des compétences techniques pour savoir comment urbaniser le système d'information. Je pense que je suis dans la ville de Tunisie, à l'échelle, je suis dans l'open source comme le Canada, comme المانيا، كما برشا بلدان تخدم بالفلوس، طورت بالكدا، طورت رابيدمون، على خاطر الاوبن سورس يعاون في الدومينات الكل، في ليدوكاسيون، في لي زونتربريز، الناس كلها تنجم تتطور مع بعضها اون ميم طون. أهم حاجة كي تلوج على خدمة، لازمك تلوج على حاجة أنت تحبها، مش العباد يفرسيوك عليها، على خاطر أنت كي تمشي لحاجة تحبها، مش تمشي تعطي فيها الفون كلكو سوا تعب مريض فيها برشا دهك. مي انت كي تبدا تخدم في حاجه تحبها سي كوم سي ماكش تخدم، تعمل في البليزير نتاعك انت.